الرحمن الرحيم. أولا نشكر الزملاء الإعلاميين بتواجدهم معنا اليوم لتغطية هذا الحدث الذي يدخل في إطار العمل الخيري والإنساني. كما لا تفوتني الفرصة لأشكر كل المساهمين من قارب أو من بعيد، كما نشكر الأصدقاء الذين مدوا لنا يد المساعدة، ونشكر أيضا الطاقم الطبي الذي تطوع من أجل السهر على إنجاح هذه المبادرة، وأخص بالذكر الدكتور الحاج شملال شفيق والدكتور صالح أرناو. كما ننوه بنظارات السيد أيوب أمين الذي ساهم إلى جانب الطاقم الطبي، حيث حدد كثمن للنظارات قدرا رمزيا، وذلك مساهمة منه في هذا العمل الإنساني. اخترنا بعض الشرائح المستهدفة. الشريحة الأولى التي نتواجد اليوم في مقرها هي الشريحة ديال دار العجزة، انتم اللي كتشوفوها دابا اليوم، اللي كيشرف عليها الدكتور شملال والسي أيوب. عندنا الشريحة ديال غدا، ستكون غدا إن شاء الله 4/5/2010 على الساعة 9 صباحا بالعيادة ديال الدكتور صالح أرناو. استفيد من هذه الشريحة نزلاء الجمعية الخيرية الإسلامية، لكن رغم المساهمات المادية التي قدموها لنا بعض المحسنين وبعض الأصدقاء مشكورين على هذه المبادرة، لكن كتبقى هذه المساعدة غير كافية، لأن الجمعية خصها مساعدات أخرى لضمان استمرارية في هذه العملية واستهداف شرائح أخرى. مثلا احنا غادي نعتزموا إن شاء الله باش نديروا شرائح أخرى، غادي نقوموا بحملة مماثلة غادي تشمل مركز رعاية الطفولة ومعهد إمام مالك لحفظ القرآن الكريم وبعض التلاميذ الطور الابتدائي المنحدرين من عائلة معويزة. هذا كيطلب شويه ديال المادة. ومن هذا المنبر نناشد جميع المحسنين وذوي الأريحة من داخل الوطن او خارجه لمد اليد العون والمساعدة في هذا العمل الخيري والإنساني، لأن العمل الخيري والإنساني كيطلب شويه ديال التضحية ماديا ومعنويا. وكنشكر الزملاء ديالي في جمعية الصداقة للرياضة والتنمية اللي كانوا خدامين على قدم وساق، داروا واحد مجهود جبار وداروا واحد العمل ماراثوني باش تنجح هذه المبادرة. والحمد لله الله سبحانه وتعالى وفقنا بالوجود ديال الرجال ديال المدينة، بالوجود ديال الغيورين على العمل الخيري والإنساني، وكنشكرهم كاملين ونتمنوا إن شاء الله الخير، ونتمنوا هذه المبادرة إن شاء الله غادي تستمر إن شاء الله الرحمن الرحيم. وشكرا لكم. كتبان ولا لا؟ 60 شحال؟ 60 29 60 44 شحال كيبان لك تما؟ شحال كيبان لك؟ 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 Hey.
¿Te quedas ahí? Yala, vamos. Yala. 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 A ver. Upa. Arriba. Por lo menos se río. Con la chupita de niño mismo. Bismillah. عزيزة ناكلو مزيان ما خصنا حتى شي حاجة الحمد لله تهلاو فيكم مزيان الحمد لله الاسم ديالك توهان